شوف البرازيل انا اللي اول يعني من ممكن حتى 2014 2010 2006 يذكرني في برازيل 2002. هذا البرازيل يذكرني في برازيل 2002. من يتذكر ريفالدو رونالدو رونالدو رونالدينو الثلاثي اللي في الامام خطير جدا، ورا في الخلف دفاع قوي جدا وحريص ومنظم. هذا البرازيل اللي شاهدته اتكلم على مباراه اليوم، تنسى مباراه الكاميرون، مباراه اليوم ومباراه السويس ومباراه صربيا بالتحديد. في مباراه اليوم يصل باسرع واقصر الطرق ويدافع عن مرماه بشراسه. هذا الفريق ممتع في الامام، منظم بالتحديد مع تيتي في الفتره الماضيه، فريق دفاع زين. لا دفاع كويس، وسطه كويس، هجوم كويس. حتى المدرب اليوم شفنا رقصاته مع اللاعبين، هذه ترى تنعكس انه لما يصير الانسجام بين اللاعبين وبين المدرب، اعتقد هذا هو هي هو روح النجاح هذه. واعتقد ان اليوم فريق البرازيل امتع العالم صراحه، ما هو بس ما ودك البركه لا تخلص. اكيد لما تجي تشوف كوكب النجوم وعلى الرغبه وعلى انهم يبغون يلعبون يقدمون شيء واضح من اللاعبين.